في البداية صديقي طبعا ما تنسناش من اللايك والشير والسبسكرايب في القناة، لأن ده بيدعمنا بشكل ما. حط لنا كومنت تحت الفيديو، كلم حد عن عبد الرؤوف 89، شير لأن حد ممكن يستفيد من الفيديوز دي. أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في حلقة جديدة على قناتكم عبد الرؤوف 89 على اليوتيوب. اليوم إن شاء الله رب العالمين راح نتكلم عن الفرق بين الوات والفولت أمبير. إيه الفرق بين الاتنين دول يا جماعة؟ اول حاجه احنا راح نتكلم النهارده عن الدي سي، ده اول كيس. الكيس الاولى ان احنا عندنا باتري زي دي كده وعليها حمل وليكن لمبه، تمام، والباتري ديت مثلا 12 فولت بيمر هنا 2 امبير، اللمبه ديت بتنور مع حضرتك، تمام. طيب انا عايز اجيب الباور، الباور هنا والباور هنا. اولا الباور عند الحمل بتساوي الباور عند المصدر في حاله الدي سي، في حاله الدي سي فالباور بتساوي V في الاي اللي هي بيسموها الفولت امبير، تساوي الفولت امبير. يعني هنا على مثالنا ده هتساوي 2 في 12 يديني 24 واط. هنا في الموضوع ده يا جماعه في حاله الدي سي مفيش حاجه اسمها باور فاكتور، مفيش باور فاكتور، يعني معظم القدره اللي بتطلع من المصدر اللمبه ديت بتستغلها او بتخرجها على شكل ايه، على شكل اضاءه، تمام. طيب او البي بتساوي الاي سكوير في الار، ومن هنا ممكن اجيب الار بتاع اللمبه، بس ده مش موضوعنا دلوقتي. القدره اللي بيعطيها المصدر بتكون مساويه للقدره اللي بيستهلكها الحمل. هنا مفيش باور فاكتور، اللي بيخلي الباور فاكتور يظهر هو الحمل بتاعي ان هو يكون في اندكتور او كاباستور، ولكن في حاله تيار الدي سي ما بيتاثروش بتيار الدي سي، لكن في الاي سي بيظهر معايا الموضوع ده. طبعا ده لمصباح واحد، لو عندي كذا مصباح يبقى القدره اللي خارجه من هنا هتتوزع على عدد المصابيح لان التيار هيتقسم. تعال بقى في حاله الاي سي، ادي حاله الاي سي يا جماعه، ولنفترض ان عندي كويل اهو وعندي مقاومه، تمام، ادي ال وادي الار وادي السورس بتاعي الاي سي، وده زي محرك، تمام، ده محرك. هنقول هنا ان البي بتساوي الفي في الاي، بس في حاجه كمان بيسموها الباور فاكتور. الباور فاكتور هو عباره عن معامل القدره، عباره عن مؤشر بيوضح لي ان انا بستفيد قد ايه من القدره اللي خارجه من السورس بتاعي. في حاله الدي سي الوات بيساوي الفولت امبير، ده في حاله الدي سي، انما في حاله الاي سي الوات لا يساوي الفولت امبير. في حاله الاي سي الوات لا يساوي الفولت امبير بسبب وجود الباور فاكتور. وعشان كده برضو بيجي يقول لك ايه، في حاله الاي سي تلاقي المصادر بتتقاس بالفولت امبير ما بتتقاس بالوات. طب ليه؟ لانه ملوش دعوه بالحبل اللي هيركب عليه ايه، هو ليه دعوه المصدر بتاعي يخرج وخلاص. فلو جينا مثلا نقول ان بي بتساوي اي في 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 كوساين فاي اللي هو الباور فاكتور بتاع حضرتك، الاي بكام والفي بكام والبي، ده هتلاقيها اللي هي الباور في حاله الدي سي، تمام. يبقى الفولت امبير في الكوساين فاي يديك مين؟ الباور اللي هي الريل او الاكتف باور او الريل باور بتاعتك. ممكن نحسن الباور فاكتور بتاعنا في حاله الاي سي من احنا نحط لوحه مكثفات مثلا تحسن لي الباور فاكتور بتاعي، ده وارد وموجود معايا. الباور فاكتور بتاع حضرتك ده بيساوي بي على الاس، دي بيسموها الابيرنت باور اللي هي الاس، البي الاكتف باور، الباور فاكتور اللي هو معامل القدره. في حاله المحركات بياخدوا الباور فاكتور ده ب 8 من 10 او 75% ايا كان. بالنسبه للمصابيح المتوهجه اللي هي الصفرة الباور فاكتور بتاعها بيساوي واحد، اي مصابيح فيها معامل قدرة او فيها مكونات الكترونية الباور فاكتور بتاعها مش بيساوي واحد، وممكن تجيبه من على اللمبة نفسها. باور فاكتور بيساوي الوات على الفولت امبير، باور فاكتور بيساوي الوات على الفولت امبير. عندنا مثال بيديك محول بيقول لك ان الاس بتاعته بتساوي 1000 فولت امبير، عايز يحسب البي بكام لمحرك الباور فاكتور بتاعه ب 8 من 10. هنقول ان الباور فاكتور بيساوي البي على الاس، ومن هنا البي بتساوي الباور فاكتور في ايه؟ في الاس، اللي هي بتساوي 1000 في 8 من 10 اللي هي بتساوي 800 واط. يبقى انا عندي مفاقيد موجوده اثرت معايا بسبب وجود الباور فاكتور. ممكن احسن الباور فاكتور بمعيده معينه؟ اه، واتكلمنا في فيديوهات كتير قوي عن الباور فاكتور ده، خش على يوتيوب سيرش كده. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اهلا بكم متابعي على قناتكم عبد الرؤوف 89 على اليوتيوب. سؤال كتير بيتكرر ويعني في حاجات يعني متنوعه، يعني مثلا يجي لك يقول لك ايه هندسه، انا عايزك تشرح لي انفرتر ياسكاوا، انا عايزك تشرح لي انفرتر ال اس، عايزك تشرح لي انفرتر نوع معين، عايزك تشرح لي بي ال سي شنايدر، عايزك تشرح لي انفرتر شنايدر، عايزك تشرح لي بي ال سي متسوبيشي، عايزك تشرح لي بي ال سي سيمنز، عايزك تشرح لي بي ال سي ال جي، عايزك تشرح لي بي ال سي ال اس.
طب انا اشرح ايه ولا ايه من الحاجات دي كلها؟ ديت التركه، وده السؤال اللي احنا جايين نجاوب عليه النهارده. بص، بادئ ذي بدء، انت مش هتتعلم كل حاجه، كل الحوارات والحكايات انك في اي كورس معين بتدرس او بتتعلم البيزكس بتاعت اي علم. يعني مثلا لو احنا جينا شرحنا مثلا، انت لو جيت تشوف اي مهندس ديزاين او مهندس بيعمل ديزاين لخط انتاج او اي حاجه من الحاجات دي، توصل لي بيعمل ايه، عارف نوع معين من انواع البي ال سيز مثلا، وهو شاطر عليه جدا، والبي ال سي ده ثابت وجوده في السوق، فهو شاطر فيه، جايبه بقى ودرسه، عارف البارامترز بتاعته، عارف بيعدل فيه ايه، والانبوتس والاوتبوتس بتاعته والكلام ده كله، عارف فيه كل حاجه، فبالتالي هو شاطر فيه، فاي مشروع يجي له يقول لك انا هشتغل بالايه، بالبي ال سي ده، وخلاص فهو فاهم ده في الحته دي. انت بقى كمهندس لو انت هتخش على مثلا خط انتاج وتعمل صيانه، فبتبقى محتاج شويه مهارات او شويه انك تكون عندك مقومات الاجتهاد، انك تعرف تخرج البارامترز والخصائص بتاعه اي بي ال سي او انفرتر انت هتشتغل معاه. كل الحكايه والقصه في الكتالوج بتاع البي ال سي وبتاع الانفرتر بتاعك. حضرتك بتخش، انا النهارده والله انا اتعلمت كورس، بس خدت الكورس بتاع ال اس، بس عارف مثلا ان في حاجه ممكن تزود لي اللي هو الديكسلريشن تايم والاكسلريشن تايم في الانفرتر، ديت موجوده في كل الانفرترز، بس اجيبها ازاي من خلال انفرتر ال اس، تختلف شويه عنها في الشنايدر، بس انا عارف ان هي موجوده، فبفتش عنها عن الدي اي سي او عن الاي سي سي، ابدا ادور على الكلمتين دول الاقيهم، فخلاص انا عرفت ان دي بتتجاب من هنا وتعمل كذا، فاهمني؟ دي البيزكس اللي معايا اللي انا اقدر من خلالها اشتغل، او الاساسيات اللي انا بقدر من خلالها اشتغل عليها، ان انا اتحرك من خلالها. عارف مثلا اني بقدر اتحكم في الانفرتر او اتحكم في سرعه الموتور من خلال الانفرتر من خلال مقاومه خارجيه، طريقه توصيلها في الشنايدر تختلف في طريقه توصيلها في ال اس، تختلف في طريقه توصيلها مش عارف فين، بس انا عارف ان هو اكيد اي انفرتر بيركب معاه مقاومه خارجيه. اتوصل ازاي؟ دي بتعتمد عليك شويه، يعني انت عايز بقى شويه مقاومات، اجتهاد بقى، اجتهد شويه في ان انا اوصل للنقطه دي او اعملها ازاي، ده بتاعتك انت. اتعلمت كورس بي ال سي على ال اس مثلا، عارف ان في حاجه اسمها الانبوتس والاوتبوتس، عارف ان حاجه اسمها برنامج، عارف ان في حاجه اسمها اللادر دايجرام، وعارف ان في لغه اسمها لغه اللادر او السلمي، ده كله انا عارفه. طيب اشتغل عليه ازاي، او اشتغل من بي ال سي لبي ال سي ازاي، دي بتاعتك انت. فما تجيش تطلب مني تقول مثلا عايزك تشرح لي الانفرتر الياسكاوا بالتفصيل. طب ازاي، هاو كامز، ازاي يحصل؟ انا شرحت لك البيزكس مثلا بتاعت الانفرتر ال اس، انت حضرتك من خلاله تقدر تتحرك في اي انفرتر تاني، ده الموضوع، دي الحكايه، دي القصه، تمام؟ فانهي انفرتر وانهي ال اس اللي ادرسه؟ مفيش. انت لو درست الميتسوبيشي هتتعرض اكيد للال اس، درست الال اس هتتعرض للميتسوبيشي، درست الال اس وميتسوبيشي شنايدر، درست مش عارف ايه هتلاقي ياسكاوا، فالانواع كتير، كل المفاتيح معاك، بتاخد البيزكس اللي تقدر تتحرك من خلالها، ان انا عارف ان في حاجه معينه عندي معلومه مسبقه ومن خلالها بقدر اتحرك من خلال الكتالوج. من كل قلبي اتمنى ليك التوفيق والنجاح في كل حياتك، متنسانيش من اللايك والشير، سبسكرايب في القناه، دعمني على البيترون لو مقتنع باللي احنا بنقدمه، اشترك في قناتي الثانيه، كلم حد عن عبد الرؤوف 89، حط لنا كومنت تحت الفيديو، اشوفك الفيديو الجاي ان شاء الله رب العالمين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اهلا بكم متابعي على قناتكم عبد الرؤوف 89 على اليوتيوب. هل انا لما اجي اخد كورسات هل محتاج الشهادات ولا لازم شهادات؟ بصوا يا جماعه، الموضوع يعني بيختلف من مكان لاخر. تجربه، يعني من خلال تجربه، اني مش لازم موضوع الشهادات ده، لان انت لو استنيت تدور على موضوع الشهادات كل شويه بيتك هيتخرب. تاني حاجه، في كتير من الشغلانات ما بيهمهمش الشهادات، لا ده هو بيقول لك ايه، انا النهارده انت بتقول لي انا هعرف كذا واعرف كذا واعرف كذا من خلال السي في، طيب وانا هاخدك واحطك تحت الاختبار 3 شهور واعرف انت فعلا الكلام اللي بتقول عليه ده صح ولا لا، هل انت عارف ولا لا. انما موضوع الشهادات مش مهم، واذا كان كده موضوع الشهادات ده يعني حاجه قاتله قوي او مهمه قوي لدرجه عاليه جدا، فبالتالي الناس اللي بتاخد كورسات او بتعلم تعمل سيلف ستادي لنفسها مش هتبقى لها مكان في الشغلانات او الوظائف، فانت لازم تعالج نفسك بنفسك. وافرض في يوم من الايام انت قاعد في البيت ومش قادر تتحرك تروح تاخد كورس، او عندك ظروف او او او، فبتتعلم مثلا على اليوتيوب، فبالتالي انت حضرتك مش لازم شهاده، تمام؟ موضوع الشهادات ده يعني اتعلم الحاجه واتقنها وحبها، وفي الاخر قيمتك فيما تتقنه، انت بتعرف تعمل ايه او ما بتعملوش. طب موضوع الشهادات ليس بالاهميه بمكان، يعني الواحد يشتغل شغلات كتير ما طلبش مني ولا مره شهادات، يعني بتكتب في السي في بس فقط لا غير،
وفي الاخر بيشوف انت بتعرف الكلام ده ولا لا. وان كان في الاتش ار يقول لك ايه، هات بس الشهادات اللي عندك ومش عارف ايه وخلاص الموضوع تمام. فانت النهارده بتقول لي انا بعرف اشتغل مثلا على الفوتوشوب، فانت في الحاله ديت فين؟ وريني شغلك. انما انت ما جايب لي شهاده، ما الشهادات سهل تحصل عليها من اي شركه، وكتير من الناس بتيجي تسافر بره تضرب اي شهادات من اي شركات مقاولات وبتسافر والدنيا تمام. بس هل يجب ان يكون معاك شهادات؟ لا، مش لازم يكون معاك شهادات، بس لازم تكون عارف الحاجه اللي انت بتعملها تمام. ده كان فيديو توضيح عشان الناس اللي بتسأل هل لازم كورسات ولازم هل لازم شهادات من الكورسات اللي انا باخدها والكلام ده كله. طيب انت اصلا يعني ايه، انت لو انت واقف على الشهادات عشان تروح تاخد في سنتر معين، والموضوع كله بقى بيزنس برضو يعني، انت الناس عايزه تكسب فبتجي لك فيقول لك شهاده معتمده مش عارف الموضوع جمع الشهادات في الدرج. بس انت عارف الكلام ده اهم حاجه، اهم من الشهادات يا جماعه انك تكون عارف الحاجه اللي انت خدتها والكورس اللي معاك، وسيلف ستادي يعني ستادي كتير وبراكتس يعني، تعلم كتير على اليوتيوب وشوف فيديوهات كتير وافكار كتير مختلفه. الكلام ده مهم جدا، مش لازم تشوف فيديو او قناه او قناه واحده او تشوف كورس واحد من شخص واحد، لا شوف كذا كورس من كذا حد، كل واحد بيقول الفكره اللي عنده، كل واحد بيقول الافكار او التجارب اللي تعرض لها. انت عارف انت عليك ان تعيش تجارب الاخرين لان ليس لديك الوقت لكي تعيش كل تجارب الاخرين تمام.